حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا، مساء الخير يا كويت. مثل ما ذكرنا دائما نتنوع بتنوع من نستضيف معنا في داخل الاستديو، اضافه للتغطيات والفعاليات والمساحات الحواريه الموجوده معنا في برنامجكم مساء الخير. المحطه الحواريه الجديده اللي تتناول من خلالها الحديث عن الفائزين في المؤتمر الاول للاستثمار في القطاع الصحي، يمكن هو المؤتمر الاول من نوعه، حيث يتضمن انضم الينا في داخل الاستوديو باسمكم ورحب في ضيفي هو الدكتور مشاري سعد محمد المطيري، الفائز الثاني في مشروع معالجه التربيه الملوثه النفطيه. حياك الله معنا دكتور مشاري والساعة المباركه. الله يسلمك، ساعتك ابرك، شكرا على هذه الاضافه. الساعة المباركه. انا قبل لا اتحكي يمكن عن التجربه وهذا المشروع، انت يمكن شاركت في هذا المؤتمر اللي يعد الاول من نوعه للامانه عندنا في الكويت، انه والله ينصب في 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 الاستثمار الصحي بشكل كامل. شلون تشوف مثل هذا المؤتمر ومتى ما نتحدث عن هذه التجربه؟ للأمانة أشكركم البداية على هذه الاستضافة، وأشكر الإخوان الغائمين على المؤتمر متمثل في مجموعة المستقبل. للأمانة كانت مشاركة يعني أنا ما كنت متوقعها، حتى لما رحت أنا المؤتمر كنت متوقع أنه مؤتمر عادي. للأمانة توقعت حضور أقل، لكن الحضور كان ما شاء الله عالي خلال هاليومين. حتى المتسابقين الستة اللي كانوا معاي كان كل مشروع أقوى من الثاني، حتى أنا كنت ماني متوقع نفسي أني راح أكون منافس بالنسبة لهم. تجربتك، مشروعك، مشاركتك في هذا المؤتمر الأول من نوعه؟ مثل ما قلت لك، أنا المشروع مالي هو معالجة التربة النفطية الملوثة. المشروع هذا في حد ذاته أنا استخلصته خلال دراستي للدكتوراه في بريطانيا، وفضل من رب العالمين أني قدرت أني أستخلص النفط من التربة خلال ساعتين. يمكن أشرح لك البروسيجر اللي حاصل. مثل ما أنت عارف، بعد الغزو العراقي علينا في 1990 صار عندنا أكثر من 22 مليون متر مكعب من التربة الملوثة النفطية الناتجة عن حرق الآبار. من ذاك الوقت إلى هاليوم استل هذه التربة الملوثة موجودة. قامت أكثر من شركات في سنة 93 إلى 98 في عملية المعالجات، بالإضافة إلى 2011 قامت أكثر من شركة في عملية المعالجة، واستل ما حققوا الإنجاز المطلوب. فضل من رب العالمين أني خلال ساعتين أقدر أستخلص النفط من التربة ورد التربة في ممكن استخدامها أو زراعتها مرة أخرى. مرة ثانية. طبعاً الطريقة اللي أنا قاعد أستخدمها هي environmental friendly، طريقة صديقة للبيئة. أنا قاعد أستخدم الماء فقط. وتكلم عن مساحات كبيرة. الصور قاعد تظهر ويانا، يمكن هذا التلوث أو هذا المشروع. هذا التلوث. هذا الكويت أويل ليك الموجود. واللي قاعد يطلع. هذا الليتشنج اللي هو حاصل. طبعاً إذا مثل ما أنت تلاحظ عندك الأويل سلج. هنا عندك البنتريشن حق الاويل كونتامينيتد ساند اللي هو التربه الملوثه النفطيه. انا مركز البروجكت مالتي على التربه النفطيه نفسها، الملوثه نفسها. المساحه اللي تحتاجها مساحه كبيره، والفتره الزمنيه اللي ممكن انت من خلال مشروعك انك توصل النتيجه. بالضبط. طبعا فضل رب العالمين انا وقعت عقد، خلينا نقول ام او يو، مذكره تفاهم مع شركه البترول الموطنيه. يعني بارك لك مرتين، المره الاولى والحين. وقعت مع مذكره تفاهم مع شركه البترول الوطنيه. انا حاليا في طور البايلوت. طبعا اخترت موقع العمل البايلوت، طبعا اللي هم مستضيفين الاخوان في مجموعه عبد العزيز العرفج، مشكورين على هذه الاستضافه. حاط البايلوت مثل ما تشوف الاجهزه، وحاليا انا في تطبيق البايلوت، وان شاء الله خير تم من رب العالمين. مثل هذا المشروع انت ذكرت قبل شوي دكتور مشاري، انه والله من 91 او 93 الى سنوات متقدمه ويتم معالجه التربه الملوثه بالنفط، لكن ما وصلوا الى الهدف المنشود. مثل هذا المشروع ممكن كم يحقق لنا بالنسبة المئوية مقارنة بالمشاريع اللي تمت أو الترسيات من الشركات والتعاون في تنظيف البيئة؟ طبعا مثل ما أنت عارف، مثل ما أنت عارف نفس المشكلة حصلت من بالسابق لما احترقت الآبار. جت أكثر من شركات أمريكية وقالت إنه والله المعالجة أو نطف الآبار خلال 5 سنوات، وجاء جروب كويتي على رأسهم المهندسة سارة أكبر، وقدرت انها تعالج وتطفي الابار خلال 9 اشهر. نفس الفكره اللي حاصله الحين، اكثر من شركات قامت انها تحاول انها تعالج هالتربه وقاعده فتره من 5 سنوات إلى 6 سنوات ما وصلت الى التارجت المطلوب اللي هو الريموفل. اللي حاصل هو الحين، طبعا انا خلال ال4 سنوات الماضيه قعدت ادرس الكاركترستيك اللي هو الخصائص التربه بارامترز اوكي، لحيث اني اوصل اغطي جميع نقاط الضعف واقدر استخلص النفط من التربه. هذا اللي حاصل بالضبط. اللي شفناها قبل شوي الصوره، انت لاحظتها قبل شوي، اذا ممكن رد الصوره اساس يعلق عليها الدكتور مشاري الصوره. هذه الكويت اويل ليك، هذا وحده في برقان اويل فيلد. والسله هذه التربه موجوده، وفضل هذه تعتبر ملوثه ولا هذه ملوثه؟ طبعا هذه الكويت اويل ليك فيها ليتشنج طبعا تحت. طبعا انا فوكس على التربه اللي تحت اللي هو مش الاويل سلج، التربه النفطيه، لان الاويل سلج الاخوان على ما اتوقع ان الاخوان هناك ياخذونه يستفيدون منه. كم اخذ منك جهد ووقت
لوصول لمثل هذه الفكرة وهذا المشروع، أنك أنت جربته ونجح وياك؟ مثل ما قلت لك، أنا قعدت 4 سنوات خلال الدراسة للدكتوراه، درست برامترز. أنت تتكلم على تقريبا 38 برامترز، أوكي؟ خلال 4 سنوات درست كل واحدة فيهم نقاط الضعف، وشلون أني أحل كل نقطة فيهم بحيث أني أستخدم الماي فقط. أنا الطريقة اللي بركز فيها أني أستخدم الماي فقط، أني بس أستخلص التربة، ما أبي أستخدم أي نوع من الكيميكال، لأنه أريد التربة النفطية أريدها ملوثة، فلما أستخدم كيميكال راح ألوث التربة أكثر وأكثر. بالضبط. فأنا كنت مركز أني أعالج هالتربة هذه في الماي فقط. شلون كان ردة الفعل لما طرحت مثل هذا المشروع على الشركات الموجودة أو الشركات الحكومية؟ للأمانة أنا أشكر إخواني في شركة البترول الوطنية، على رأسهم الشيرمان محمد غازي، إلى الدكتورة سعاد الرضوان، مهندسة شيماء، أحبهم للفكرة، ومن قدمت لهم برزنتيشن تقريبا within 2 months تقريبا وقعت الموية وياهم، وقالوا تشجيع. أنا للأمانة أشكرهم عليه. والإخوان طبعا في الكيوسي ما قصروا بعد، لما انا رحت لهم وقدمت لهم اكثر برزنتيشن، وستيل يعني البروسيجر شغال ان شاء الله. الدعم كان موجود وياك دكتور مشاري ولا كان كل شيء على حسابك؟ لا والله كل شيء على حسابي من البدايه الى الان. الامر مكلف بكل صراحه؟ مكلف جهد. جهد مكلف. انا تقريبا قاعد اشتغل من الساعه 7 للساعه 7 تقريبا 12 ساعه. لا احنا قبل شوي قاعد نتكلم، يعني قبل لا نطلع الهواء مع الساده المشاهدين، انا والدكتور مشاري قاعد نسولف على مثل هذا المشروع. امانه يعني انجاز يحسب للكويت لما يكون ابناء الكويت قاعد يقدموا مثل هذه المشاريع بتكلفه اقل، وتعتبر رمزيه بالنسبه يمكن لتكلفه الشركات العالميه. هل والله ان التكلفه اللي قاعد، عشان نحط المشاهد بالصوره، تكلفه مثل هذا المشروع راح يوفر بشكل كبير جدا على 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 التعاقدات اللي تم في تنظيف التربه الكويتيه او غيرها من المشاريع؟ بالضبط. الكويت استلمت 3 بليون في معالجه التربه النفطيه تقريبا 2.69، وحاليا موجوده لظل هذا المشروع. طبعا انا تكلفه المتر كيوب يحدد تقريبا من 8 الى 10 دنانير، الموجود له بالسوق يكلف الى 30 الى 40 دينار. شايف الفرق اللي هو قاعد اكلم لك على المتر كيوب؟ فطبعا انت في جاب بيني وبينهم. ان شاء الله بعد البايلوت ياخذ منه وقت طويل في 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 تطبيقه كبيئه صحيه للتربه. بالضبط، هو بيئه صحيه، والبيئه التربه راح تكون من تربه نفطيه الى تربه قابل استخلاصها وقابل لزراعتها مره اخرى. الرد على المؤتمر، المؤتمر مثل ما ذكرنا قبل شوي الاول من نوعه بكل صراحه، مثل هذا المؤتمر شو يعني لكم انتم كشباب كويتي؟ انا اشكرهم الاخوان للامان، المؤتمر قدرت اني اوصل صوتي عن طريقهم يعني من البدايه، واشكرهم مره اخرى منهم اللي هم مجموعه المستقبل، اعطونا فرصه للامانه كنا محتاجينها من زمان. يعني يمكن انا صوتي وصل، لكن في غيري كثير من الشباب صوتهم ستيل ناويين يوصلون. للأمانة لو تشوف بالمشاريع اللي قدمت راح تلقى كل مشروع أفخم من المشروع. أنت كنت ذكرت قبل شوي أنك مصدوم من، والله الحمد لله أنك أخذت المركز الثاني في ظل المنافسة والمشاريع اللي بالضبط شفتها. يعني مثل هذه المؤتمرات راح تحفزكم أنتم شباب كويتي في الانطلاق في تجاربهم وعرضها بالضبط للجمهور بشكل كامل، وأيضا يمكن للقطاع الخاص والقطاع الحكومي لاحتضان مثل هذه المواهب والمشاريع. الباب الرئيسي يعني بدون لا تتعب في اللف والدوران على الهيئات والحكومات. تتمنى مثل هذا المشروع انه يتكرر سنويه معاكم خاصه في القطاع الصحي، ولا ينفتح المجال بشكل اكبر للتجارب الشبابيه؟ طبعا اتمنى انه ينفتح المجال بشكل اكبر. لو تكون انت موجود ذاك اليوم راح تشوف انه اكثر من مشروع، تتكلم عن مجال صحي، مجال تربوي، مجال تعليمي، مشاريع كثيره، وتنصدم من هذا كلها جاي من فكره شباب كويتي. لكن مثل ما قلت لك بالسابق، انا عندي ثقه بعيالنا وعندي ثقه بنفسي وعندي ثقه بالشباب، وعلى الدليل على هذا لما قلت لك ان ايام صار اكبر لما قالت ان الشركات الامريكيه تاخذ 5 سنوات 9 اشهر، لذلك انا عندي ثقه فيهم ان شاء الله. انت الحين نموذج، ودائما يمكن النماذج الشبابيه للامانه نصدرها سواء في الاعلام او في غيره لانكم مصدر فخر. فشنو ممكن توجه كلمه للشباب الكويتي اللي على اساس يقتدي في مثل هذه التجربه اللي عشتها، وصولا الى مثل هذا الانجاز اللي ان شاء الله باذن الله يكلل ويترجم على ارض الواقع من خلال تعاقدك مع شركه الكي او سي وانتاجك يمكن لهذا الامر؟ للامانه تلبيه لنداء صاحب السمو لما قال ان توصيه التوعيه بالشباب والتوصيه الشباب في مثل هذه المجالات، ادعو اخواني كلهم للاهتمام في هذا المجال، لان الكويت محتاجتنا. اوكي، انت لما تستثمر انت قاعد تستثمر كويتنا، قاعد تستثمر في هالمجال. فادعي الكل ان شاء الله انه يحصن ذاته ويدعم نفسه في مثل هذه المجالات، خصوصا في خدمه الكويت. امين يا رب. الكويت دائما هي الميزان فيما ننوي فيما نقود نعمل. بالفعل لما نحط الكويت قدامنا راح نلقى شباب كويتي قادر مبدع في الطريق الصحيح لرفعة الكويت بإذن الله، أمثالك مشاري وأيضا أمثال كثير من الشباب الكويتي اللي يتمنى إن شاء الله يسلط عليه الضوء، وإن شاء الله بإذن الله قادرين في هذا الأمر. سعد جدا في وجودك معي. شكرا جزيلا. والله يوفقك دكتور مشاري. شكرا لك. شكرا. احنا متواصلين معاكم فقرات مساء الخير، فاصل وواصل.